صباح النور، صباح الورد والياسمين. شنحوكم يا بنات، ان شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعمه الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه اجمعين. شنحوكم يا بنات، شعم فيكم البرد؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في خير ونعمه الناس الكل. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يا رب يعجبكم. المقدمه متصوره الحقيقه بعد الفيديو، الفيديو متصور امس والمقدمه متصوره اليوم. ان شاء الله باش يهبط لكم الفيديو اليوم اذا حب ربي العشيه، معني خاطرني جا نكمل فيه توا، نكمل في المقدمه توا وان شاء الله العشيه يهبط لكم. حاسيلو يا البنات، حبيت نبارطاجي معكم حاجه ياسر 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 فرحتني. كادو جاني فرحانه بيه على الاخر يا البنات، ما تتصوروش. باش تشوفوه تقولي شنو هي الحاجه اللي تطلب الفرحه هذه الكل. بالحق يا البنات جاني كادو سمح 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 ياسر من عند صاحبه قناه تونسيه. الحقيقه ما كنتش نتوقع انها باش تبعث لي حاجه، ولا حطيت في البروغرام باش تبعث لي حاجه. يا اخي كلمني الليفرور قال لي مدام سيام عندك كوموند. قلت له كوموند مش كنا الحقيقه نهارتها مانيش معديه، معناها نهارينا دوك مانيش معديه حتى كوموند. قلت له باهي قداش فيها؟ قال لي زيرو ابي، ما عنديش معناها الحقيقه حتى كوموند خالصه. قلت له باهي ما عندك شكون؟ قال لي مريم شانيل. ما تصدمت الحقيقه، انا ما كمان وليت خرجت باش باش نعمل، بعدها اكيد باش باش يقولوا لا فهمتوا. خرجت مشيت لليفرور جبت القضيات. والله يا البنات مانيش عارفه شنو باش نقول بالضبط، معناها فهمتوا كتلمو بالحق فرحانه خاطر بالحق تفكرتني راهي جيست لا اكثر ولا اقل، مش على قيمه الكادو خاطر الجيست. بالحق البنات راهي حاجه ما تخطرش على البال، معناها تبدا انت قاعد احساس غير طبيعي، تبدا قاعد وهكا في امان الله ما عندك حتى شيء. اوبا يجيك تليفون تهز عليه هز الكوموند. باهي يا البنات مريم بعثت لي حاجتي، حاجتيني ياسر طيار سبحانه بهم على الاخر وعاجبيني على الاخر. باهي بعثت لي البقراج هذايا البريق هذايا نتاع الماء، عطونا نحلو نوريهوكم. خليني نحيه ونسكرو ونوريهوكم. شوف ريتو محلاه وما ضخمه، يهبل يا البنات يهبل يهبل. كان تصدقوا بالله يا البنات في الليل كما قبل يكلمني ليفرور بنهار، والله والله يشهد عليا ربي. نتفرج على فاميليا شيك، فما باج اسمها فاميليا شيك والريبريزونتون تاعها اسمها نورس، وليلتها توري فيهم فهمت. والله ما استنيتش حتى باش نشوف سومهم فهمتوا، ريتهم ومانيش باش نشري منهم خاطر الايامات هذيا ما نكذبش عليكم مانيش معناها حتى مخي باش نشري حاجات للدار. توا حتى مخي باش نخدم ونوقف المشروع نتاعي على ساقيه، فمانيش حتى البروغرام نتاعي باش نشري حاجه. عجبوني على الاخر ما استنيتش نسمع سومهم خاطر كان باش نسمع سومهم باش ترسيلي انك مندي على كعبه. لغيت معناها ديريكت زابيت اللايف وتعديت. فلمة غدوة جيني ريتو يا البنات. بالحق الحمد لله ربي كريم، ربي كريم ورحمته واسعة. والله راهو يا البنات مانيش مستحقاته معناها للدار، ماني في غنى عليه فهمتوا. اما كمان فما حاجة تعجبك تحب تشريها وتجيبها لدارك، حبيت نشريه ولغيت. والله راهي معناها مريم ما عندها حتى علم حتى شيء، معناها لا اني ريتو اصلا ريتو في الليل وهو جاني صباح معناها هذايا فهمتوا. فالحقيقة بارك الله فيها وربي جزاها كل خير وربي يعطيها ما تتمنى يا ربي، وان شاء الله ربي يرزقها اضعاف اضعاف اللي تعمل فيها. باهي يا البنات ريتو البريق هذايا محلاه ومشبو ريتو ما شاء الله ياسر ياسر مضخم يهبل 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 يا البنات. وراه في الواقع احلى برشا من عرشة اللي تشوفيه في التصويره، يمكن خاطر ناس شدات وانتم تشوفوا فيه ونقول لكم هكا. اما بالحق يا البنات راهو محلاه محلاه يهبل على الاخر. باهي البنات بعثتني البريق هذايا وبعثت لي معاه الماج هذي، ديجا استعملته وراني الماج الحقيقه يا البنات ما نكذبش عليكم خاطر عندي فيديوهات باقيه نهبط فيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. وصلني راهو عنده برشا الكولي هذايا وما صورتوش، كنت لاهي في الحانوت وكل شيء. وزيد
كنت لاهي في الحانوت كما قلت لكم وكل شيء، وزيد عندي فيديوهات باقي نهبط فيها، فهمتوا؟ يلزمني نفرغ التليفون باش نجم نصور فيديوهات وحدين اخرين، فهمتوا؟ فهذاك علاش وليت صورت امس الفيديو اللي في الدار، وباش قلت باش نصور معاها الكادو هذا، هاني بارطاجيته معكم يا البنات. ريتو محلاه الماضي، هب لي هب يا البنات محلاه مربري هكا بالدوري والبيج، ياسر يهب لي يا البنات محلاه محلاه على الاخر. مع الوحيد هذا هو اكثر واحد فرحانه بيه يا البنات، انا مانيش عارفه وقتاش باش نستعمله، ان شاء الله ربي يسهل هكا ونستعمله في الدار الاخرى، بلكي بربي نرجع لداري نولي نجبده في الدار الاخرى. الحقيقه لهنا مانيش باش نفسدو، فهمتوا؟ لهنا مازالو در صغيرين ويفسدوا ويكسروا، ماهمش مخلين لي حتى شيء البنات، والله ليهم مخلين لي حتى حاجه. داك تقول لي الدنيا الكل هي الكوها، ما خلو حتى حاجه في بلاصتها، ما خلو حتى حاجه تصلح. فالحقيقه مانيش مستعده حويجه سمحه كيما هكا نفسدها لهنا، كان عطاني ربي عمر تو ان شاء الله. وحاولت للدار الاخرى نجبدو معكم في الدار الاخرى. حسيلو يا البنات، هذا شنو حبيت نبارطاجي معاكم، ان شاء الله يا ربي الفيديو اليوم يكون عجبكم. خلوكم مع باقي الفيديو، ما تنسوش باش تخلوا لي لايك وتعليق سمح، وبطبيعه اذا اول مره تشوف قناتي اشترك في القناه وفعل خاصيه الجرس باش يوصلك كل جديد. باهي البنات، فما شو اسمه، فما تعليق بربي نحب نجاوب عليه، جوني برشا منه، معناها من نوع التعليق هذايا في الفيديو اللي فات على كبوتي الرؤس. باهي كبوتي الرؤس يا البنات، هذيك اول حاجه راهو قماش وكشمير من وشريته وعملوه من الجزائر. باهي منين فكروا سومو معناها تونسي يتراوح بها بين 100 110 120 حاجه كيما هكا، فهمتوا؟ ماهوش اغلى من 120 دينار. حاجه واحده يا البنات راهو اذا كان مشيت نجيب، راهو ما عنديش مشكله، معناها ان شاء الله عندي بروجرام نمشي قبل العيد تو نجيب لكم، معناها اذا كان نلقى منه الموديل نجيب لكم. هو ديجا وقت لقيناه فاندو ستوك، والبلاصه هذه تبيع كم بالجمله، ولقينا كعبه واحده في بوتيك شريتها انا، فهمتوا؟ فاذا كان عجبكم وحبيت نجيب لكم منه راني نجيب لكم منه. حاجه واحده خليني نقول لكم مبدئيا، معناها من الاول نقول لكم كل شيء، نكون واضحه وصريحه معاكم، واللي تحب توصي مرحبا نجيب لها. راهو القماش نتاعو زيرو، انتم راكم ريتوه في الكاميرا ما ريتوش في الواقع، راهو القماش نتاعو يفلفل 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 على الاخر، معناها فهمتوا؟ من ثاني لبسه تهلك اللبسه، لولا عدي لي لباس لبسه ثانيه بدا يفلفل هكا من هنا، ومن بعد فلفل الكل، ولبسه ثالثه ولا رابعه فلفل الكل، فهمتوا؟ باقي نحيلو في الفلفوله، اما شيء باقي مازال يخرج، راه معناها ماهوش طياره، فهمتوا؟ ماهوش نتاع سومو الحقيقه، فهمتوا؟ هذاك علاش راني ما تشجعتش باش حتى نوصي راجلي مره اخرى يجيب، كي يمشي يجيب منه. اذا كان عجبكم نجيب لكم منه، راهو ما عندي حتى مشكل، اما راهو يفلفل. نكون واضحه وصريحه من الاول، اللي تحب تشري مرحبا، واللي ما تحبش هي حره، فهمتوا؟ انا بطبيعتي راني ما جبتش منه على خاطر قماشه خايب الحقيقه. القماش راهو سمح في حد ذاته، لونه سمح وكاليتي، معناها كي تشوفوا كل شيء فيه تابع مواصفات عالميه كما نقول، اما كي تلبسوا راهو يفلفل، ماهوش حاجه. وديجا راني لبست وقتها مفلفل، ما عندي ما نعمل، معناها مش باش نربي كبوتي الحقيقه، لبسته مفلفل، فهمتوا؟ هو وين راهو يعمل الفلفل حاسيلو. هذا اكثر تعليق جاني في الفيديو نتاع الصغار، اللي هو على الكبوت البارتي الاخيره من الفيديو. ف اذا كان تحبوا راهو فيه، هو فيه برشا الوان، فيه جون مطارد، فيه البلوروا، فيه البلو جين، فيه الموف، فيه الروز نيود، فيه الموف نيود، فيه الفوشيا، فيه برشا الوان، معناها لارج شوا نتاع كولاريت، اما القماش يفلفل وكها. حسيلو يا البنات، خليكم مع بقيه الفيديو، كيما قلت لكم ما تنسوش شكل لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه اذا مازلتم ماكمش مشتركين، وهيا نسمو بسم الله وندخلوا على الفيديو نتاعنا. ولهنا يا البنات، هذه البارتي اللي قلت لكم راهي متصوره ديجا عندها نهار ولا نهارين. قمت الصبح بكري باش نفطر ولدي يمشي يقرا على روحه، ونحرك حركتي ونمشي نخدم على روحي. حسيلو يا البنات، لهنا حطيت ما في باليش راني باش نصور، والله كريت وحطيت كان في اخر وقت معناها الكاميرا تصور. هاي قلت انا بطبيعتي هاني نحرك في الكوزينه، خليني نصور فيديو باش هكاك ما نكثرش عليكم بالفيديوهات نتاع الحوايج، وهاويني كل مره نعمل لكم حاجه، مره فيديو منه ومره منه، باش هكاك ما انتم ما تفدوش، واللي يحب معناها يتفرج على الفيديوهات نتاع البوتيك يلقى حظ، واللي يحب يتفرج على الفيديوهات نتاع الدار والروتينات وين يلقى حظ. حسيلو يا البنات، حطيت عصرت البرتقال، حطيت القهوه تسخن، الحليب يسخن،
باش نعمل قهوة ولدي هي الأولى، ومن بعد حطيت العظام باش تطيب على روحها. كيما ريتو يا البنات، عندي برشا 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 حاشاكم بصل محطوط غادي، هذاك جابه لي راجلي البارح، مشى عنده ما يقضي حاسيلو كل شيء بحدا صاحبه، عنده صينية عبالو برشا كيما ريتو، اللي تحطيته في صينية وحطيته ثم يتهوى باش ما يتهلكليش، باش نحي منه طريف عرشة خشتي بيهم باش نعمل بيهم مطبقة، والباقي باش نرميه متاع العرشة معناها حاسيلو. كهو لهنا جيت حطيت بعد ما سخنت الحليب باش نعمل القهوة، نلقى الشوكولاتة وفت متاع صغيرات، فوليت الحقيقة عطيتو زدت مغرفة سكر للحليب وقلت له اشرب من غير شوكولاتة اليوم، صيينا مانيش باش نهبط الحقيقة باللبسة هذه للسيبارات لوطا باش نجيب. وهو كيف كيف وليدي مازال ما بدلش دبش والدنيا باردة عليه، اهي وليت مسالش خليه يشرب كان حليب اليوم حسيب. لهنا البارح من بعد ما حركت حركتي وكل شيء كملت القضية تقريبا الكل، رجلت ماني عملت التفويحه نتاع الغداء اليوم، عندي الغداء باش نعمل كسكسي بالخضره، راجلي يحب برشا كسكسي بالخضره، قال لي باش تعمل لي كسكسي بالخضره غدوه ان شاء الله حسيلو. كيما ريتو هلكت المقفول نتاعي، هزيت طيبت فيها على العافيه وما حبش ينضاف لي البنات، بربي اللي تعرف طريقه هكا تنظفه من التراسات هذيك نتاع العافيه، تقول لي خطر تهلك لي بالحق هلك، من نحكي لكم مش والله ندمت اني هزيته، مش باش نعمل حسيلو يا البنات. فوحت اللحم متاعي، خذيت قصيت حشاكم البصل وحطيت طماطم وفلفل مرحي وهريسة والفحات اللي عندي الكل، طرف ثوم تابل كروية شوية كليل وكركم وفلفل أحمر مرحي وشني آخر وشوية ملح وشوية فلفل أكحل حسيلو، وصبيت الزيت متاعي وخلطتهم بالقدا 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 وخليتهم في الصحفة، وحطيت عليهم صاشي باش الريحة متاعهم ما تخرجش، ما عنديش سلوفان يا البنات، الله غالب اخر وقت معناها حضرت التفويحة وصي معناها العيلة كلها راهي جديد لك كيفاش باش نجيب سلوفان من السوبرات حاسيل، مش مشكل دي باني تروحي حاسيل. ومطاب مطابت العظام اللي هما صينا، بديت نطيب الغدا نتاعي، حطيت التفويحة هذيك اللي عملتها في الليل التتبيلة وحطيتها تتقلى وزدتها شوية ما هذوك اللي شللت بهم الصحفة اللي كان محطوط فيها اللحم المفوح، وخليتها حسيلو تتقلى على روحتها. وجيت لهنا ننظف الخضرة، راجلي يحب برشا الخضرة وبالأخص الفول هذاك، يحبو أخضر هكاك جويد ما يحبوش معناها أكعب حسيلو. خذيت طرف قرع قسيتهم وخذيت لهنا الفول كيف كيف نقص فيه اطريفات وعملت البطاطا اكهو حسيل. هذه هي الخضره اللي عملتها لليوم، اما ما نحكي لكم شي البنات راهو محلاه بالحق، بنين بنين على الاخر، والابن منه الكل اللحم. اللحم جربته معناها وقت اللي مبيته في التتبيله نتاعو، يعطيني مطعم بصراحه يا البنات تحفون على الاخر، ما نعرفش كيفاش باش نقول لكم المطعم نتاعو، اما ياسر ياسر بنين، جربوه معناها جربوه مثلا بطرفينك هما، جربوش برشا اللحم علوش، العلوش بيتوه في التتبيله نتاعو وشوفوا الفرق يا البنات في المطعم بالحق حاجه اخرى حسيل. لهنا قصيت طرف شو اسمي هذايا الفول، جابهم لي البارح مشى للثانيه نتاع بابا، جاب لي طرف مازال فريشك معناها جديد باش نطيب الغداء. لهنا يا البنات راني معناها اكثر الاوقات نقوم الصباح بكري نطيب الفطور نتاعي، نفطر صغيراتي فطور الصباح ونحضر فطور نص النهار نخليه على القليله شطر تيب، باش هكاك كيف نروح نص النهار من الخدمه نلقى معناها الفطور حاضر، نكمل قضيتي اللي مازالت في الدار. من العاده نحرك في الليل، اما كمام يا البنات والله قد ما نحرك في الليل توا، كيما توا مثلا منجلكم في الفيديو بالليل به، نظفت الكوجينة غسلت الماعون ونظفت الغاز وحطيت كل حاجة في بلاصتها معناها، بعد ما كملت قضية الدار الأخرى الماعون تسقط بالباهي حطيته في بلايسو، باتت ليش الكوجينة نظيفة أمورها واضحة. نظفت الصالة، نظفت الكلوار، طويت الصابون، حطيت الصابون يدور، شيحته ومشيت حطيته نشرته في البلكونة خاطر ما نجمش نطلع على السطح الدنيا باردة برشا، نشرف في البلكونة باش ما يكمليش باش ما يعملش هكا كم كيما الريحه ما نعرفش كيفاش، ومسحت الغساله
ومسحت الكوزينه ومسحت الكل، حسيت الوقت قضيتي الكل يا البنات، خليت جوست بيوت النوم تو ولادي بنتي ولدي شادين بلايصهم في سرتهم، معناها بنتي الصغيرونه هي بحذايا لهنا في الكلوار، وبنتي الاخرى عند باباها باهي، كلهم راقدين معناها فماش شكون باش يهلك لي الدنيا. نقوم الصباح يا البنات والله لا نعرف كيفاش الدنيا نلقاها خايده، رانا تقريبا قولوا لي نتوما كيفي ولا لا، خاطر بالحق يا البنات تعبت نظف وشي مانيش واصله النتيجة. اما كم الحمد لله على كل حال. وكم الحاسيل يا البنات، حضرت الخضره نتاعي وباش نهز نغسلها ونجي نقصها ونحط الغداي نتاعي. النهار هذا خليت الكسكسي ناقص طفيره بسيطه عطيب فهمتوا، باش من بعد كيف نسخنه يتفور معناه يكمل التفويره نتاعو. وكاو باش نمشي نهز رويحتي ونمشي للبوتي نشوف باش نعمل غادي. وكاو كيما هكا يا البنات يتعدى لي النهار، والله نكمل نمشي معناه نطيب الفطور ونغسل المعون وكل شيء ونمشي ونجي، وديما ديما ديما نخلي طليه نتاع صابون ودور كيف نجي ننشر الصابون ونغسل ساعات معون الفطور ما نخلطش باش نغسله، كيسين القهوة الحقيقة نولي نحط نشللهم معناه فهمتو، ونخليهم حتى اللي نجي باش نغسل مرة واحدة. وكيف نجي نجي معناها ديريكت البنات، زادا كيف كيف القضية نحط الغداء يسخن إذا كان عندي معون نغسله، ونشوف إذا كان عندي مثلا الحوايج اللي خليتهم يدوروا في الغسالة نطلع ننشرهم، نبدل الحوايج بنتي باش تمشي تقرا على روحها تدخل ماضي ساعة، باش نبدل كوش عندي بنتي الزوز الصغارات بالكوش. حسيلو يا البنات ما نحكي لكمش والله تعبه 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 على الاخر البريود هذيا، اما مسالش تو نستانس. الحسيلو يا البنات نرجع بكم المقطع الاول نتاع الفيديو، حبيت نقولها يا مريم بارك الله فيك، راني صورت الحقيقه الفيديو اليوم الصباح وفما برشا كلام ما قلته ليش خاطرني مزروب على الاخر والله البنات، وقتها العشرة غير ربع نتاع الصباح وانا من المفروض نحل البوتيك من التسعة فهمتوا. اي ما قلت اليوم مانيش خارجه اليوم نصور البارتي نتاع الفيديو هذيك، وصي خليني نهبطوا الفيديو ونوجه لها الشكر ونبارطاجي معاكم الكادو. حسيلو يا البنات نحب نقولها بارك الله فيك وربي يجازيك كل خير وربي يرزقك وربي يعطيك للي يرضيك. بالحق يا البنات والله فرحانه بالكادو نتاعها على الاخر، ما الجريك اللي معناها باش تقولوا لي راهو كيما قلت لكم في الاول شنو الحاجه اللي تتطلب الفرحه هذه الكل، عطيت فرحه اكثر من لازم والله. لا يا البنات مش اكثر من لازم، نفرح بالحاجه والله كي تبدا كعبه حلوه يا البنات، وودتني بها صاحبتي معناها وعشيرتي فهمتوا، خاطر بالحق راهي مريم ماهيش بالنسبه لي ماهيش صاحبه قناه مريم، عوض واحده من اخواتي ياسر ياسر حاجات نتوما ما تعرفوهاش ما وراء الكواليس ما تدروش عليه. اما اللي نقول لكم بالحق راهي علاقتي بمريم اكبر اكبر من علاقه معناها اصحاب قنوات ببعضهم فهمتوني، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. وتوجي نهار ونفهمكم على قاعده البنات، وجي نهار ويمكن نعمل لكم فيديو مشترك نحكوا لكم فيه شويه تفاصيل ما تدروش ما تدروش على الدنيا، يمكن راه يمكن فما حتى حاجه مستبعده لي بتدوب. الحسيلو يا البنات لهنا كملت ريتو هذه الكل، راهو الصبح بكري قبل لا يمشي ولدي يقرا الحكايات هذوما الكل صاروا لهنا باش نطيب له الكسره فهمتوا. افطر ولدي صاي يشرب قهوته هو هذاك فطوره في العاده، اما ديما اكلي نغصب عليه باش ياكل شويه كسره ولا ياكل طرف خبز ولا شويه درع بالسيف بالسيف لهنا العظام ماكلهاش. شرب جوست القهوه اكا هو خدا لي قدمه صغيره صغيره نتاع كسره ومشى على روح. طيبت الكسره هذيك هزيت عطيت منها طريه في ولدي والاخر بقى للبنات هو اللي يمشوا عليه ويجوا، وطيبت الكسره نتاع فطور حمايه وحماتي هيك فطور حمويه وحماتي حسيل. وصلت لهم بنتي فطورهم وجدت هي على رويحتها ومشيت خليتها لهنا في الدار مع خياتها ومشيت نخدم على رويحتي. حسيلو يا البنات استنوني في الفيديو يمكن العشية يهبط لكم وإلا غدوة فيديو ما نحكي لكم شي البنات، ليكيداسيون مازالوا لي موديلات فيهم قطعة قطعة باش نخرجهم لكم بسوم به. صحيح يا البنات راهو مش سوم به معناه باش
نطيح في سومهم على الاخر اي مكمم باش نعمل لكم جيست سمحه ونقص لكم في السوم بالكدا. الحاسيل هاويكم استنوني في فيديو بقدره ربي تخرج لكم فرحاني ليه البنات. عندي مساج اخر ان شاء الله تعاون نوصله في الفيديو الجاي، ما نبقاش نكثرش برشا برشا في الـ في الـ في الفيديو هذايا. الحاسيل البنات حبيت نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، وربي يفضلكم وربي يجازيكم كل خير وربي يعطيكم ما تتمنوا. بالحق راني فرحانه بكم على الاخر، فرحانه بتعليقاتكم، فرحانه بتفاعلكم، فرحانه بكم الناس الكل. ان شاء الله ان شاء الله يا البنات الايامات الجايين استنوا مني برشا حاجات سمحه تنفعكم وتنفعني او ميم طم. شنو هي اخر يا البنات اليوم هاني ما نجيلكم فيه الفيديو مؤخر، اما مازلت واجده مخي يا البنات مازلت ما بديتش نفلتي اليوم، قلت خليني صايين منجو على بكري يزيني ديما نكمل القضيه مؤخر ونشد الفيديوهات. اخطاني خليني اليوم نمنتج الفيديو ومن بعد اذا كان عندي حاجه نكملها، سينو نشد بلاستي ونرقد خير ملي نبدا نجبد من القنوات اخرى الا بديت نجبد من قنوات اخرى الله غالب. كل مره نقول كلمه، كل مره نطيش كلمه، كل مره نقول فكره وما نكملهاش ونبدا بفكره اخرى، تلمون نبدا تعب يا البنات. والله راني نوصل نشتهي اني نرقد نصبح راقده للثمانيه مثلا، مش حتى مش للتسعه العشر للثمانيه، الثمانيه صفر صفر قيموني من الفرش، اما صغيرتي ما يخلونيش. زيد عندي بنيتي الصغيره لايامات هذه مريضه، والله يا البنات مخي مقلوب خطره هي مريضه، فهمتوا اللي مانيش مستانسه بالمرض نتاعها. مرضى خفيفه هي كما اما مرضى اون جينيرال تعتبر مرضى، ومقلقتني الحقيقه شوي. تيلا علي المفيد كيما قلت لكم، ما تراتوش الفرصه في الفيديو الجاي استنوه، وما تراتوش الفرصه بالحق يا البنات. راهي الكاليتي اللي نحكي لكم عليها راني والله نخدم على سمعتي، ماذا بيا نعمل سمعة واسم باهي، فما تخافوش بقدرة ربي راه يجيكم كان حاجة اللي ترضيكم والحاجة اللي تعجبكم. فرحانة برشا جوني برشا تليفونات من الكماندات اللي تعدو، مش الناس الكل حقيقة كلموني، اما الماجوريتي كلموني اللي توصلها كوموند تعاود تطلبني تقولي بارك الله فيك. بالحق كاليتي طيارة، حاجة ما كنتش نتوقعها باش تجيني كيما هكا. فرحانه برشا وبارك الله فيك وربي يرزقك وربي يسهل لك في رزقك. الحق البنات راهم يدعوا لي في دعوات فرحتني على الاخر، وهذه الحاجه اللي انا توا باقي نخدم عليها، نخدم على الاسم وعلى السمعه، ما حاجتيش معناها باش نخدم على كوانتيتي، توا وليت نخدم على الكاليتي. ان شاء الله ربي يسهل فيما هو صعيب، وان شاء الله ربي يفتح ابواب الرزق لينا الناس الكل. المفيد يا البنات ما تنسوش بالله اللي وصلت للبارتي هذه من الفيديو باش تخلي لي لايك سمحه وتخلي لي كلمات بهين كيفها. وبالطبيعه اذا اول مره تشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل خاشيه تسمع ليتو البيت صيه بديت نجبد من القناه الاخرى، وتفعل خاصيه الجرس باش هكاك يوصلها كل جديد. وش نقول لكم اخر، هذاك هو يا البنات لهنا نكون وصلت بكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم. ما بقى لي كان باش نقول لكم دمتوا في امان الله وبسلامه. ولهنا هذايا الكسكسي نتاعي نتاع الغداء، حطيت غدايا انا وصغيراتي وكاو حبيباتي، باي باي وبسلامه.